طيب شريف كان بيسأل ان هو لو حب يعمل حاجه تشامفرد، يعني في حاجه من الحاجات اللي احنا خدناها انا عملتها وفصلت عشان اسجلها له. كنت انا ده عباره عن بوكس تمام، وفي سيجمنتس هو شكله طالع كده، لكن لو انا جيت قلت هنا الفيلت سيجمنتس وشلت السموز بتاع الشكل هيطلع له كده. بس هنا المشكله في حاجه بقى اللي هي ايه، ان كل الاضلاع طلعت اصلا ايه تشامفرد او مشطوف. طب افرض ان انت عايز ضلع واحد، في امر لسه احنا ما خدناهوش هناخده النهارده او اخر يوم النهارده او بدايه المره الجايه، اللي هو ايه؟ اللي هو امر اسمه اديت مش. لو انا عندي مثلا جاست مثلا ده بوكس تمام. في امر من ضمن الاوامر يا شريف من قائمه موديفاي اسمه اديت مش. بيعمل ايه اديت مش؟ امر اديت مش بيعدل لي على اصل الكتله نفسها من خلال ايه يا شريف؟ هي الكتله ايه هي محتوياتها؟ نعم ايه محتويات الكتله ايه؟ يا اما سايتس يا اما ادج يا اما فيس يا اما انت هتيجي تخش على الادج الفلاني اللي انت عايزه او ممكن تمسك اكتر من ادج وتيجي تقول له هنا اهو، هتلاقي في عندك حاجه اسمها تشامفر طبعا بالقيمه او بايديك مانيوال اهي روح عامل دي كده تمام. خد بالك دي بس مؤقتا لحد ما احنا ايه ناخدها شرحا بقى ايه كامله ده يعني. كان تمام. سؤالك تمام انا عندي سؤال كمان، قول براحتك. هل انا اقدر اغير اللون بتاع الاوت لاين؟ طبعا منين؟ بس انت هتعمله نسخه ثانيه. يعني ايه؟ يعني مثلا فرضا ان انت عندك ده اوبجكت وبرضك الامر بتاعه هناخده النهارده ده لونه كذا، حاجه هنا رايت كليك وحاجه اقول له هنا كلون. كلون بيعمل لك نسخه في نفس المكان كوبي، حاجه هنا كده من موديفاي في امر هناخده اسمه لاتس. لاتس ده بيسيب لك العظم بتاع الكتله. خلي بالك انا بتكلم بالعاميه، عظم الكتله اللي هي الواير فريم اللي هي عباره عن السيجمنتس يعني. تمام. وقال الريديوس بتاعه. في الحاله دي انت بقيت تقدر ان انت تروح تغير لون الفريم نفسه. خدت بالك؟ تعال بس نديله لون مختلف خالص اهو. تعال نديله لون احمر حتى. خلاص؟ بقى الفريم ليه لون والكتله نفسها بقت ليها لون. تمام. طيب تاخد زيتونه اعمق شويه. بامتحان ولا من غير امتحان؟ لا من غير امتحان. خلاص ماشي. طيب لو الكتله بتاعتك دي انت اللي ماسكها. طب هو معلش يا شريف، هو الوايرز اللي انت خدتها المره اللي فاتت دي كانت 2D ولا 3D؟ اللي انا عملتها لك من شويه 3D. حلو، انا عايز بقى الوايرز دي 2D. لو انت جيت يا شريف هنا اهو ودخلت هنا عندك على اديت مش وجيت مسكت من هنا الادجز كلها اللي هي دي شايفهم؟ اه بيقول لك ايه هنا من تحت؟ هيقول لك انت عندك هنا كرييت شيب فروم ايه؟ ادجز. كده معناها ان هو راح خد نسخه من كل الادجز الموجوده وعمل منها نسخه بس 2D. اه تقدر بقى تعمل فيها ايه؟ ما بدالك، لدرجه ان انت ممكن تشيل لاينز وتستخدمها في كيرفات لو عايز، تشيل اجزاء منها لو حابب وهكذا. تمام. يعني دي بقت مجرد لاينز اهي شايفها؟ اه وصلت؟ وصلت. تمام خش على بعض. ممكن امر بند تاني؟ طيب هو قبل بس امر بند تاني، احنا اخر ما احنا جينا خدنا في المحاضره بتاعت المره اللي فاتت خدنا ايه؟ عشان ابقى عارف هل ده اتشرح ولا ما اتشرح. ايه الصمت الرهيب ده؟ في حد سامعني؟ سامعين بس بصراحه مش فاكر اخر حاجه خدناها ايه. كنا خدنا ازاي نتم مثلا المخده، ازاي ندي افكت الكوتن، الحاجات دي. ده كلوز، ده امر كلوز واحنا خدناه بالحب يعني، ده مش من ضمن الكونتكست بتاعتنا. وانا قلت عشان بس الموضوع السرير والدولاب والحاجات اللي هي الفرنتشر اللي انتوا عملتوها المره اللي فاتت. طيب هقول لك، احنا اخر ما احنا جينا اتكلمنا احنا اتكلمنا في الاوبجكتس الموجوده وخدنا اللي هي سيلكت وخدنا اللي هي تايب اوف سيلكشنز وكروسنج او ويندو وموف وروتيت وسكيل. حد فاكرهم؟ يعني بص يا ريم، احنا لما جينا خدنا امر بند وتويست وتيفر احنا مجرد ان احنا خدناهم عشان اروح بس افهمكم موضوع السيجمنتس. طيب هشرحه لك بردك بس لسه اواني ما جاش، هشرحه بردك. خلاص انت عندك دي كتله هي هي ريم. خلاص وكنا ساعتها كنت انا بفهمكم اللي هي موضوع السيجمنتس، كان لازم يكون في سيجمنت زياده في المكان اللي انا هروح اعدل فيه عندك يا محمود بس فقط. واجي هنا من موديفاي وادوس على موديفاي ليست واجيب امر اسمه بند. طب بيعمل ايه بند؟ الامر بند ده بيتي يعني. بس ده كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده اقصى، لكن شرح امر بند والديتيلز اللي موجوده جواه ما كلمناش حاجه. خدنا بند وتويست وتيبر على سبيل التجربه الفهم بس الاقصى. وصلت؟ اه وصلت تمام. اوكي مين تاني عنده سؤال قبل ما نبدا؟
اول ما احنا جينا اتكلمنا في اخر المحاضره المره اللي فاتت احنا خلصنا الحد اللي هي ايه موضوع السلكشن وتايب اوف سلكشنز وكروسنج اوان. تمام، هتلاقي في عندك هنا موف وروتيت وسكيل. لو انا جبت اوبجكت زي ده كده وليكن كيوب مثلا زي ده كده، لو انا جيت هنا عملت له موف، في حد ملاحظ ان لما بيتحرك في الاكس ما بيرضاش يتحرك معاه في اي مكان تاني عشان توقف على الاكس. طب الواي، طب يجي يتحرك في الاكس مش راضي، لازم اقف على الزاويه القايمه دي زي ما كنا بنتكلم في موضوع السفيرز اللي في الاول خالص. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو انا جيت هنا عملت روتيت، هو كده بيروتيت فين؟ على انهي اكس؟ على انهي محور؟ على الزد، على الواي اكسس. جدع جدع الواي. ليه بقى؟ ما هو انت خلي بالك الدليل موجود عندك في الجهه الشمال خلاص، يعني الواي هو القايم اللي بالطول ده، فمعنى كده انت لما بتيجي تلف حواليه فانت كده بتلف حوالين الواي. طب كده قلنا الاكس كده الاكس. تمام، طب الدوائر سواء صغيره او كبيره تنزل. طب تمام، ارجع تاني كما كنت. هاجي هنا الامر سكيل كده في الاكس، انت بتعمل ستريتش في اكس واحد بس، سواء كان الاكس او حتى الواي او الشرطه دي، ده الاكس واي او المثلث ده اكس واي. طب تمام، بس كل ده خلي بالك ده بالحب من غير مقاسات. انا مش محتاج منكم غير تركيز عين وودن معايا تماما، ولو حابين انا مديكوا وعيد 1000 مره مفيش مشكله. هاجي هنا اخد بوكس واجي اقول له اعمله لي كيوب، واجي اقول له هنا لو سمحت روح اعمله لي طول ضلعه 20 سم. ماشي، عايز اتحرك بمقاسات او روتيت بدرجه او سكيل بنسبه. لو انا جيت هنا على امر موف وجيت دوست عليه رايت كليك، ايه اللي هتظهر؟ شاشه في منتهى الاهميه اللي هي اسمها موف ترانسفورم تايب ان. ونفس القصه لو جيت على روتيت هتبقى روتيت ترانسفورم او حتى سكيل سكيل ترانسفورم. يعني الملخص لو حبيت اشتغل بمقاس او درجه او نسبه هكليك يمين على الاوبشن نفسه. بص بقى وركز معايا، لو انت جيت هنا بصيت هتلاقي الشاشه دي مقسومه اثنين، اول شاشه اسمها ابسولوت، الناحيه الثانيه اسمها اوفست. مش فاهم، تعالى كده في الاوفست سكرين وخليك بس مدقق النظر معايا. حاجه اكتب له هنا في الاكس، حرك لي الاوبجكت بتاعي في اتجاه الاكس 20 سم وادوس انتر. اتحرك. طيب هدوس 10 ثاني وانتر، 50 وانتر. ايه الملحوظ؟ الملحوظ ان انت عندك بعد ما بيروح يحركها بيرجع لك القيمه صفر، وبيحط لك اجمالي القيم كلها هنا في الابسولوت. يعني معنى كده ان الابسولوت وورلد ده عباره عن ايه؟ عباره عن بعد حركه نقطه الصفر. جدع، عباره عن بعد الاوبجكت من نقطه الاورجن ايا كان عدد مرات الحركه. طب الاوفست هو بيروح يحركه لك من مطرح ما هو واقف، يعني انت لو جيت قلت له 20 سم فهو بيضيف على اللي موجود 20، او بيحركه من مكانه 20 سم. طب استنى، انت بتقول لنا دلوقتي ان دي اوفست بتحركه لي من مكانه، طب حاجه كويسه قوي. هل انا اقدر استغنى عنها؟ يعني دلوقتي لو انا جيت خبيتها كده كانها مش موجوده. لو انت جيت هنا على الابسولوت مثلا وجيت كتبت له رجعه لي زيرو هيسمع كلامك. طب 40 بيسمع، طب 100 كما كان برضك بيسمع. يبقى ايه لازمه الاوفست؟ مش فاهم ايه القيمه يعني. يعني لو انا مش عارف لو انا مش عارف هو ايه بعد قد ايه عن الاوريجن، اهو ما مكتوب 100 اهي. معلش نفكر سوا. لو انا بص معايا، اصل خد بالك هي دي الافاده. يعني لو عايز احركه بالنسبه لحاجه ثانيه قوي قول. لا مش حاجه ثانيه، يعني انت مثلا عايز تحركه مثلا 30 سم فوق اللي موجود، اكتب هنا 30 سم. ماشي قوي، هو بيسمع كلامك هو مش هقول لك لا. يبقى ايه الافاده اللي بتعود عليا انا شخصيا من ان انا يكون عندي حاجه اسمها اوفست؟ ما كان حطوا لي ابسولوت بس وخلاص، ايه الافاده؟ وبرك لو حد مش حابب يتكلم انا مش هقول لحد، يعني اللي عايز يتكلم يقول. ان انا ما اقعدش احسب كتير وبعدين ممكن اقلد كل شويه. احمد صح؟ محمود. محمود ليك درجتين يا محمود، اسمك محمود ايه؟ حسن. استنى. محمود حسن. ماشي. بص بقى يا فندم. القصه عامله ازاي؟ دي بالظبط بنعمل كالكليتر، يعني لو جيت مثلا يا محمود هقول لك انا وشريف غلطنا وحركناها 130 سم، معلش يا شريف لو انا عندي بقى ما عنديش دي كده، معلش يا شريف احنا غلطنا ونقصهولي 10.5678، هتعمل ايه؟ لو انت ما عندكش القايمه دي. هجيب كالكوليتر زي ما انت قلت، والقيمه دي هطرحها ماينس اللي هو قال. طب كده اسهل ولا اسهل اجي اقول له هنا ماينس شريف كان عايز كام؟ 10 بوينت كذا كذا كذا، وادوس انتر وهو يجمع ويطرح مع نفسه انا مالي. وصلت؟ ممكن نعيد الحته دي؟ يعني اللي هي موضوع الاوفست سكرين هي عباره عن كالكوليتر
بالبلس او بالماينس وحركه الاوبشن. بدل ما انا اروح واروح اطرح او اجمع دي، يعني مثلا انا عايز اضيف 25 سنتي بوينت 3/6، هتعمل ايه؟ اللي سأل اجيب آلة حاسبة اكيد. طب كده احسن ولا اجي اكتب له هنا اهو 25 كذا بوينت 10 10 اي حاجه انتر، وهو يجمع وطرح مع نفسه. اوكي فهمت. تمام طيب دي حاجه. طب القصه دي في موف بس؟ لا، ممكن نفس القصه في روتيت اهي. يعني اجي هنا راي كليك واجي اقول له مثلا في زد لفهولي او اعمل لي درجه روتيشن ليه 10 درجات انتر، 20 درجه انتر، 50 درجه انتر. هو برضك بيصفرك الاجمالي يا شريف اهي، وبيرحلك اجمالي القيم فين عندك في الاتشيف. نفس القصه عندك في سكيت النسبه. هو انت يا شريف عايز تصغره كام في الميه مثلا؟ بس وانت بتقول يا شريف خليها قيمه صغيره ما تبقاش انصاص. يعني قصدي حضرتك ايه؟ يعني مثلا انت تقول لي، انت هتقول لي مثلا عايز اكبره 20% عن اصله، يبقى انا هكتب هنا 120 يا شريف اهي انتر. هيجي يا محمود يقول لك ايه؟ لا طب انا عايز اصغره 15. هو المتبقي من 100 كام؟ 85. راح جاي كده 85%. حد معايا ولا فين؟ عايز اصغره 60%، ايه المتبقي من 100؟ 40. يعني اقصد ان القيمه الموجوده هنا اللي بتبقى متبقيه دايما من 100، وبعد ما بتحط القيمه بيرحلها لك الناحيه الثانيه ويخلي لك دي 100% اللي هو السكيل الطبيعي بتاع اي حاجه في الدنيا. حد معايا ولا؟ مع حضرتك. مع حضرتك. طيب يبقى معنى كده لو انا حبيت اعمل موف او روتيت او سكيب بالمقاسات او بالدرجه او بالنسبه، هاجي رايت كليك على اي واحده. طب في زتونه في الحته دي ملحه، يعني حد يحب يعرفها؟ يا ريت. اكيد. طيب بص يا محمود، بدل ما تيجي هنا كده ودوس رايت كليك، طيب انت بتمسك الاوبجكت وتختار الامر. شايف انت الشاشه من تحت؟ هي مكتوب فيها اكس واي زد، هو ايه دول؟ ما هي دي، هي رايت كليك. حد معايا؟ يعني مثلا عايز اخليها في الاكس اهو 100. على خلي لي هنا في الاكس مثلا 50 اهي، هتشايفها. بس في سؤال منطقي، بس اللي تحت دي بتحسب من الاوريجين بوينت ولا من المكان؟ اسم حضرتك ايه؟ اسمك ايه؟ بص هنا بقى السؤال بتاع جنة، هو اللي انا بتعامل معاها من تحت دي هي الابسولوت ولا الاوفست؟ حد شايف البلس اللي موجوده دي؟ هي دي مكتوبه ايه؟ ابسولوت. طب لو دوست وان كليك عليها، جاست وان كليك بس عليها، الاوفست وصلت؟ يبقى انا يبقى انا ان حبيت راي كليك، وفي كتير الناس ما بتحبهاش، يبقى انا عندي بدل ما اختارها، لا لا انا عندي من تحت اسهل بكتير، او ممكن استخدمها. محتاج منكم دلوقتي قبل بس ما اكمل، عندي سؤال. اقول زي ما انت عايز طبعا. هو انا لو انا يعني احنا ساعات لما كنا عايزين نعمل كوبي مس موف، فكنا بندوس شيفت على مثلا الاكس اكسس او شيفت على الواي. دي هشرحها لك حالا دلوقتي. بص بالارقام، ما الكوبي بالارقام لسه ما خدناهاش ريف اري، بس اللي هي الكوبي دي سواء موف او روتيت او سكيل هشرحها حالا، بس بعد ما تجربوا دي بصوابعكم يعني حالا دلوقتي. طب سؤال قبل التجربه معلش. براحتك. اما بلف بايدي يعني من غير ارقام، اصل انا جربت اكتر مره، ما انا مش عارف اظبطها بايدي، يعني مش عارف حتى اجيبه زاويه 90، فببدا اللف بايدي ازاي؟ ما انا هقول لك. بص اللي انت سالته من شويه انت وشريف ده حالا هو اللي احنا هناخده حالا، بس بعد ما تجربوا دول اللي هي السنابس اللي تمام ماشي حالا دلوقتي. تمام يلا. بس جربوهم بس بدون كروته، يعني ايه؟ تجرب مره في الاوفست، تجرب مره في بالابسولوت. انا عايزك تكون اهم من انت سمعت الشرح تكون مقتنع، اللي انت لو ما اقتنعتش انا ما استفدتش حاجه، لان انا ممكن اوقف شرح واعيد لك تاني ولا في اي مشكله. جرب وارجع. كان في سؤال، في سؤالين في منتهى الاهميه، في شريف سال سؤال ومحمود سالني سؤال، اللي هو ايه؟ اول حاجه اللي هي بتاعت الكوبي، يعني انا مش فاهم حاجه، ارجع بس كده هنا اندو كما كنت. هو ده كان ديفيد يا دكتور مش انا. مين ده؟ كان ديفيد اللي سال. ديفيد طب كويس يا اخي، في حد يتكلم تاني؟ طيب كويس، بس انا عمال كنت قعدت انادي على اساميهم بس ما حدش اتكلم، او يمكن الاسماء اختلطت عليا معلش الاصوات. طيب بص يا ديفيد، انت دلوقتي عندك هنا الصوت اهو، قصدي الصوت ايه كده، عندي ادي البوكس اهو او التيوب بتاعه اهو. في احنا خدنا في اول حاجه لو حد واخد باله او فاكر، كنت ساعه الكوره بتاعت البلياردو قلت له يا جماعه ايه، هنعمل شيفت مع السحب كده. طب شيفت مع السحب بتعمل ايه يا ديفيد؟ بتروح تعملي هنا عدد نسخ، طبعا ده اسم الاوبجكت ده سهل، عدد النسخ. ديفيد انت عايز كام نسخه؟
ثلاثة مثلا. حلو، يبقى حضرتك لازم تكتب اتنين لان هو بيعمل حساب الاصل معاه. معايا؟ اهم ثلاث حاجات وهمليهم بس مهم انت تاخد بالك معايا وتركز، اللي هي كوبي ونسنس وريفرنس، لان الكلام ده ديفيد هيتكرر معايا هنا، وهيكرر معايا في الميرور، وهيكرر معايا في اللوفت، وهيكرر معايا في الري، وكل حاجه هتحتاجها هتلاقي فيها عندك ثلاث اوامر دوت مقررين. مش فاهم الكوبي يا محمود؟ عدد من النسخ ما لهمش علاقه ببعض. يعني ايه؟ يعني انت هتيجي تعدل في اي واحده هتعدل في نفسها فقط. تمام، مش هم جروب. تمام، بص يبقى انا كده ايه معنى كده، ان انت لما تيجي تعمل هنا شيفت وتسحب في كوبي عدد من النسخ ما لهمش اي علاقه ببعض، وقت التعديل بتعدل في نفسها فقط. طب الثانيه بقى اسمها ايه؟ instance. تمام، وحضرتك انت عايزه كام نسخه مثلا؟ هنقول له 10، فانا هكتب هنا 9. ماشي، واقول له اوكي. كده عندك عدد من نسخ التعديل في اي واحده هيتعدل في اختها. ازاي يعني؟ بص كده، ايه ده، استنى، هي دي يا شريف انا ممكن احتاجها في ايه؟ هي دي لما اكون عامل مجموعه سبوتس او مجموعه لاين. في حاجه بتزن لما اكون عامل مثلا مجموعه سبوتس، اكيد مش هروح اعدل في واحده واحده، هروح اعملهم انستنس عشان اعدل في اي واحده تعدل في كل. همسك دي كده في السبوتايه دي تعدل في كل، امسك في دي كده تروح معدل لي في كل. يبقى معنى كلمه انستنس عباره عن عدد من الاوبجكتس كل واحده منها قادره انها تعدل في الثانيه. ده معنى انستنس. ومش بالنسبه للاوبجكتس بس، عشان كده جبت لكم مثال بتاع اللايت، سواء كان لايت، سواء كان كاميرا، سواء كان 2D او سواء كان 3D، نفس الكونسبت يمشي عليهم كلهم. طيب انا هاجي بقى لاخر واحده، وهاجي يا محمود اروح جاي هنا ديفيد كده وقايل له انا عايزهم ريفرنس. انا مش فاهم يعني ايه كلمه ريفرنس بس. حد يقول لي ترجمه بس. يعني تقريبا بعدل في الاصليه بس فيعدل في كله؟ لا لا، معنى كلمه ريفرنس يعني ايه ريفرنس؟ مرجع؟ مرجع. تمام، يبقى كده الاصل هو الوحيد اللي يقدر يعدل لي في الكل. لكن لو انت جيت هنا لاي اوبجكت من دول مثلا وجينا مسكنا امر من اللي احنا لسه هناخدهم زي امر اسمه، طبعا مش هتلاقي باراميتر زي هنا، هتيجي تخش هنا كده على اديت مش، ده لسه ما خدناهوش، خدت بالك؟ وهتيجي هنا كده بالسفير دي واجي هنا كده اروح جاي عامل مثلا امر سكيل، مين يتعدل بس؟ هو واحده بس منهم. طب امسك الاصل بقى كده وتعالى عدل فيه اهو، شايف؟ امسك اي نسخه تعدل في نفسها بس، ادي هنا اديت مش يا سيدي، وتعالى خد ادي مجموعه فيرتكس اهي، وامسك دولك كده وسكلهم كده. طب لو انا مسكت الاصل يعدل في مين؟ يعدل في الكل. يبقى كده نطلع بثلاث نتائج اللي بيحب يكتب بس من زمايلنا. الثلاث نتائج اللي هم ايه؟ في عندي كوبي وانستنس وريفرنس، دول تحفظهم زي عينيك. ده نوع من انواع الاستنصاح وانت بتشتغل. خلاص؟ الكوبي عدد من النسخ ما لهمش علاقه ببعض. يعني يعني تعديل في اي واحده يعدل في نفسها فقط. انستنس عباره عن عدد من النسخ التعديل في اي واحده يعدل في الكل. طب ريفرنس الاصل اللي يعدل في الكل، لا في العكس. لا، في سؤال في منتهى الاهميه لازم حد يسالوني دلوقتي. حضرتك كده عملت الكوبي انستنس اخر حاجه عملت لها ريفرنس. طيب انا عندي سؤال. قول براحتك. هو حضرتك لما عملت الكوبي يعني المسافه عملتها اللي هو بالحب، فعامل ازاي المسافه اللي هي اللي انا عايزها بالظبط في الكوبي؟ المسافه اللي انت عايزها دي هتقدر تعملها بس بامر اري، او حتى تروح وانت بتعمل شيفت زي ما انا سحبت كده تكون انت عارف السناب وتشتغل على الجريد، ودي هناخدها بعد شويه. حالا دلوقتي كمان بالظبط دقيقتين تقريبا. بس في سؤال مهم في اللي انا قلته ده دلوقتي. إيه هو؟ انا عندي سؤال، هو الريفرنس ايه كده؟ يعني ايه الميزه بتاعته؟ يعني انا كده حاسه اللي هو بيكومباين ما بين الكوبي والانستنس. بالظبط، بص هقول لك حاجه، التفاصيل بتاعت الشغل كتير واحتياجك انت بيبقى اكتر. احيانا انا محتاج ريفرنس ليا في اي مكان عشان اعدله، يا اروح معدل في كل اللي موجود، مش محتاج بقى. في واحد بيتلخبط يقول انا مش فكرني انهي واحد منهم الريفرنس، طب انا ممكن اروح اعمله انستنس واعدل في الباقي. يعني اقصد احتياجاتك انت الشخصيه في او الديتيلز اللي انت محتاجه تعمليها في الكتله بتختلف، فانت محتاجه ده ومحتاجه ده ومحتاجه ده. طيب انا في سؤال عندي بقى في منتهى الاهميه، ايه هو؟ لو عايزين نطنشه ونكمل عادي مفيش مشكله. لا مش هنطنش. لا اكيد لا. طب ايه طيب؟ يعني ده السؤال ده ممكن تقريبا يقسم لك نص المشروع، يخليك تعيديه من الاول. هو طبعا السؤال متعلق بالفرق بين الكوبي والانستنس والريفرنس. هي الحته اللي احنا بنشرح فيها.
يعني الحته اللي احنا بنتكلم فيها حالا دلوقتي. هيك ممكن تدلنا هنت؟ هنت مشيت. مثلا لو حبيت ممكن لو انا عملت مثلا كوبي انستنت عايزه مثلا واحد منهم مش عايزاه يبقى ان انا اعدل فيه ما يعدلش في الباقي يعني. اسمك ايه بقى الاول؟ رنا. طيب رنا انت ليك عندي اربع درجات مش درجتين بس يا رنا. عشان هو سؤال صعب. بص انت مثلا وانت شغال، وخلي بالك لما باجي اسالك على حاجه انا ما اقصدش ان انا بسالك في الماكس، انا اقصد ان انا اسالك حاجه لوجيك انت محتاجها وانت بتعمل ديزاين بتاعها. انا خلاص رحت عملت لهم انستنس اهو، بس انا محتاج ده افصله يعني عايز اعدل فيه من غير ما اعدل في الباقي، هعمل ايه؟ لو انت مسكته كده في القائمه بتاعت موديفاي هو امر ايه ده اسمه ايه؟ ميكانيك. جاست وان كليك عليه بس كده خلاص هو كده اتفصل وطلعت البارامترز بتاعته. طب انا مش عارف ان هو اتفصل. بص لو انت جيت خدت اي واحد من دولت كده اهو وجيت ضغط على ميك يونيك اللي هي دي هتلاقيها طفت بقى الدم دي كده مقفول. معنى كده ان انت تقدر ان انت تروح تعدل فيه هو شخصيا فقط. لكن لو انت رحت لاي واحد من اللي هم متعلقين لسه ببعض هيعدل في الباقي. وصلت؟ طب ممكن سؤال تاني؟ عينيا بعدين اتفضل. لو انا عملت كوبي بعدين اكتشفت ان انا عايزهم تبقى انستنس مثلا او ريفرنس. لا خلاص خلاص كده ضغط عليا ما اعرفش اعمل اي حاجه ان انا ارجع. خلاص كده. تمام. ايه تاني؟ طيب الثلاث اوامر دولت في منتهى الاهميه، لو حد يحب ان انا اقولهم تاني نفس القصه مفيش مشكله. بس اسال قول. طيب لو حبيت اني اعمل موف لواحد هل كلهم بيتحركوا؟ لا ولا موف ولا روتيت ولا سكيل. انا بتكلم في اصل التعديل في اصل الاوبجكت نفسه. تمام. طيب خد الزيتونه دي بقى عشان خاطرك عشان انت كمان عملت ايه شغال معايا يعني. لو انت جيت عملت هنا موف وسحبت فهو بيعمل لك كوبي. طب هل يا شريف ينفع ان انا اجي اقول له شيفت مع روتيت تمشي؟ طب يمكن تنفع شيفت مع سكيل؟ كله يمشي جوه الماكس اللي تحلم بيها هيحصل. شيفت مع روتيت هو هيروح يعمل لك نسخه بس مع الدوران وتحط العدد النسخ اللي انت عايزه. تمام. طب شيفت مع سكيل هيعمل عدد من نسخ اكبر او اصغر اهو. هتشايفهم؟ وصلت؟ واعملهم يعني شفت واعملهم بنفس السكيل للمربع اللي قبله؟ بكل واحد بيظهر عن اللي قبله النسبه اللي انت حددتها. تمام. وصلت؟ تمام. طيب انا بس كاني عامل له رينج في جراس هوبر مثلا. الايه؟ يعني كاني عامل له رينج في جراس هوبر هو رايم. تمام. بالظبط. يعني الشيفت هو الاري سواء بقى الاري بولر او الاري بولر. ده حاجه وده حاجه. ده حاجه بس من غير ابسط حاجه. ايوه بالظبط. لان انت بمنتهى البساطه الشيفت نفسه بتعمل عدد من النسخ بس بعيد عن الايه؟ عن الرقم. عن اي حسابات. تمام. عن اي حسابات جدع. خدت بالك؟ طيب بس انا عندي بقى هنا زيتونه صغيره قوي والزيتونه دي في منتهى الاهميه. انت قلت لنا من شويه ان شيفت مع موف او شيفت مع روتيت او شيفت مع سكيت بتروح تعمل لي نفس القصه كلها مع بعضها. يعني انت بتعمل شيفت مع موف بيعمل لي كوبي مع الحركه. شيفت مع روتيت كوبي مع الدوران. شيفت مع سكيت بيعمل لي كوبي مع ان انا اكبر واصغر. دول كده في مشكله عند حد؟ لا. تمام. طيب مش هتبقى فيها مشكله ولا حتى في تجربتها هتبقى فيها مشكله، بس انا عايزك تجربهم سريعا مش هياخدوا منك ثواني يعني وارجع لي عشان اللي جاي اتقل شويه. طبعا انا عندي هنا اهو كده ده اوبجكت وده اوبجكت. العمليه محتاجه شويه تركيز بس معايا. لو انا جيت مسكت الاثنين دول كده وخليتهم هنا لون واحد لمجرد رؤيه بس، وحبيت مثلا هنا يا محمود اخد الاوبجكت ده من هنا ووديه ناحيه ثانيه كده، هل هو جه اكريت بالظبط؟ لا اكيد لا. طب انت محتاج ايه؟ محتاج حاجه اسمها سناب. يعني ايه سناب؟ بالعاميه كده هو عباره عن مغناطيس بتيجي تحدد له نوع النقطه اللي انت هتمسك منها ونوع النقطه اللي انت هتودي ليها وهو اوتوماتيك بيلقط. مش فاهم السناب زي الاوتوكاد كده. زي الكاد بالظبط. حضرتك هتيجي تشغلي السناب من هنا وفي كذا نوع. احنا هناخد دلوقتي ثلاثه اللي هو السناب اللي هو رقم 3. حاجه ادوس عليها كده وان كليك اشغل الوظيفه وراي كليك اختار نوع السناب. ايه بقى نوع السناب دي؟ اول حاجه الجريد بوينتس اللي هي دي. يعني انت هتروح تشتغل على شبكه الارض عشان بعد شويه هشرحها لك يا شريف لو انت عايز تشتغل تعمل كوبي بس بمقاسات. تمام. بس في سؤال منطقي هنا لازم تساله ايه هو؟ اقدر اكبر واصغر الجريد بوينتس ازاي؟ او بمعنى كمان ان هي دي مقاسات ايه الجريد بوينت؟ الجريد عندك هنا هو كام؟ مقاسات 10 سم اهي تحت خالص اهي. هتشايفها؟ اه تمام.
طب هتلاقي محمود عندك هنا الهوم جراد واقدر اغير مسافه زي ما انا عايز. طب تمام. هاجي بقى هنا اهو كده في عندك الجريد لاينز اللي هي الايدجز نفسها. طبعا هنا اهو غير الكاد، انت هنا اهو تاخدي الايه السناب اللي انت عايزاها بدل ما هتلاقي في فرح عمده طالع، يعني اقصد ان انت في تفاصيل كتير ومش محتاج كل حاجه تنور في نفس الوقت. فانا اخد نوع السناب اللي انا عايزه، الجريد لاينز اللي هي الايدجز بتاعت الايه؟ بتاعت المديولز المربعه. هتلاقي عندك هنا البيفوت، البيفوت ده اللي هو عباره عن السنتر بوينت بتاع الاوبجكت. هتشايف بشاور على حدوده بيظهر السنتر بوينت في النص. تمام. البيرفنديكولار اللي هي العمودي، حتى شايف الزاويه القايمه اللي على السناب ده في 2 دي. زي الاورثو كده او الاف 8. الفيرتكس اللي هي لاي اند بوينت او اي نقطتين خط، سواء كانت على في الايدج بتاع الشكل او حتى داخليه. الايدج اللي هي الحواف او السيجمنت. الفيس احنا اتفقنا يا جماعه كل سايد رباعيه كام فيس؟ اثنين. اي ادي فيس وادي فيس مثلثين. طب السنتر فيس بتاع اي واحده منهم؟ اهو. طب الميد بوينت؟ اهو. طب اند بوينت؟ اهي. طب التانجنت اللي هي مماس الدايره في 2 دي. طب باوندنج بوكس مربع تحديد على الشكل كله. ايوه ماشي. طب انا عم بيه ايه؟ حاول لو انت جيت عندك التو اوبجكتس بتوعك دول ده. مثلا انا عايز اخد من الفيرتكس دي لحد الميد بوينت دي، يبقى انا اكيد حاجه اختار من هنا فيرتكس وهاجي اختار ميد بوينت واشاور بس مجرد اشاره. في حاجه ظهرت يا شريف؟ امسكها وشاور بس مجرد اشاره اهي. في حاجه ظهرت؟ شيل صباع. طب تاني معلش، لو انا عندي هنا مثلا فرضا ترابيزه سفره، مين عنده ترابيزه سفره؟ طيب لو انت جيت هنا اهو كده خلاص، عايز اخلي العمود ده في نص ترابيزه السفره. في حد من زمايلنا ديكور؟ انا. اوكي. فانا هاجي انا عايز الترابيزه دي تبقى في نص السفره، تفتكروا هعمل ايه؟ او العمود ده في نص الترابيزه. هاخد البيفت اللي هو ده. هستخدمه ازاي؟ بص انا هعمل ماكسمايز هنا اهو كده عشان يتفرج. وهجيب دي كده على جنب. طيب الطبيعي ان انا هشاور اهو. اهي كده. في حاجه ظهرت؟ سنتر بوينت. امسكها ما تسيبهاش. وشاور على حدود الاوبجكت الثاني مجرد اشاره بس. في حاجه ظهرت يا شريف؟ شيل ايدك. حد شايف؟ هي اوتوماتيك من نفسها بتلقط نفسها فين؟ في السنتر بوينت. يعني انا مش بوديها لحد السنتر بوينت، هي بتاتاتش مع السنتر بوينت الثاني. بالظبط. بص يا فندم، حضرتك بتيجي كده بشاور مجرد اشاره وامسكها وشاور مجرد اشاره واشيل صباع. يعني معنى كده ان الكورس اللي احنا خدناه في اول يوم ده يتعمل في كام ثانيه؟ كده اسهل على طول ثانيه. الكرسي في السرير بكل اللي خدناه ده كله. طب بص، لو انت جيت هنا كده، هو كان رجلين كرسي كام؟ 5 × 5 لو حد فاكر المقاسات، والارتفاع 40. قولوا كريم. دي الطريقه الاولانيه اللي احنا خدنا بيها عشان ابتدي ان انا اشتغل اكس واي زد. ماشي. 40 و40 اهي. اهي. 0 و40 اهي. اي ماشي. طب ما الكلام ده ما فيهوش جديد، ما هو ده اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. ما ايه الجديد بقى؟ انت هتيجي هنا كده وهاجي اخد بوكس. وانت عايز تمسك من النقط، فانا هاجي من السنابس وهاجي اخد فيرتكس فقط. وخلي بالك اهم حاجه تشبط النقط كده. شبطت النقط مش مهم المقاس، وتعالى غيره من هنا اهو، خليه 5 سم. تعالى هنا اعمل الظهر اهو، شبط النقط وخلي ارتفاع الظهر 45 سم. تعالى هنا كده. الله. طب انا عايز انزلها ارتفاعها 20 سم من الارض. مش احنا خدنا رايت كليك على موف اهي، وخليها هنا اهو 20 سم من الارض اهو. تعالى كده اهي. ايه ده؟ طب ما دي غلط. ايوه يا فندم، حضرتك تعالى هنا كده وغير مقاساتها سواء من هنا او من موديفاي، ورايت كليك على موف 20 سم من الارض. وهاجي كده يا سوا اهي، اروح جاي عامل دي كده اهي، وغير مقاساتها كده اهي 5 سم. واجي هنا رايت كليك على موف واخليها 20 سم. يبقى كده اني اسهل. تاني طريقه طبعا. وصلت؟ صح. تمام. ياخد كام ثانيه ده وتعمل زي ما انت شفته كده؟ بس انا عندي سؤال. قول براحتك. في الـ في الـ في السناب، في السناب ايه الفرق ما بين البيربنديكولر والفيرتكس وال هقول لك حاجه كمان هقول لك قول زي ما انت عايز، بس هقول لك البيربنديكولر مثلا
انت مثلا ما فرض معاك اوبجكت 2 دي اهو، واروح ارسم من هنا لاين عمودي عليه. ايه فاهم؟ اه طيب انت بتقول بالبنديكولار الفيرتكس اللي هي دي، شايفها؟ تمام. للنقط يعني انا ما اقدرش اعتبر، يعني انا ما اقدرش في المربع ده اعتبر ان النقطتين اللي بيتقابل فيها ده بيربنديكولار؟ لا لا بيكون ماشي. اوكي اه عامل زي القرص يا شريف. تمام ما ناخدها يعني. أوكي. طب انت كنت لسه كنت بتقول في حاجه ثانيه. يعني كان في فيرتكس كمان بس كان في قصدي سناب كمان بس نسيت اني واحده. طب معلش لما تفتكر قول لي 1000 مره براحتك ما يهمكش. ماشي انا هجرب كده كده يعني. اه بص انا عايز الكورس ده يعني ده ماكسيمم تايم دي ما لا يزيد عن دقيقه 61 ثانيه. اوكي خلاص لو ازيد من 60 ثانيه كده في مشكله. يلا واللي يخلص يبعت له صوره على الواتساب حالا. مثلا فرضا انا معايا كيوب اهو، انا لو جيت دلوقتي عملت له روتيت كده هو ده كده لف محمود معايا كام درجه؟ ما اعرفش بس اقدر اعرف يعني لو جيت رايت كليك اقدر اعرف بمنتهى السهوله. هو المقصود مش كده، المقصود ان انا عايز ادوس وان كليك واسحب يلف معايا درجات معينه. حد معايا ولا فين؟ يعني كتدريج يعني؟ اه درجه انت هتكون محددها له قبل كده. هتلاقي في عندك بعد السنابس هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ انجل سناب. هختاره ورايت كليك عليه عشان اجي اقول له هنا عند كلمه انجل تحب احط له كام يا محمود؟ 45. اه ماشي. بص كده محمود كده مش لافه معاك 45؟ نعرف ازاي؟ انا بسالك. طب كده هو تقريبا اه يعني كده كده بيلف حر. ايوه هو بيلف 45 بس. لا هو ما بيلفش 45 هو بيلف حر. ليه بقى؟ هو انت ايدته من هنا بالسناب وشغلت الوظيفه من فوق بس شرطه الاخير ان انت تيجي على الاكسس وتتحرك عشان يسمع كلامك. حد معايا ولا فين؟ لا ما فهمتش اخر حته. مش انت قلت له روتيت بانجل كذا؟ بالظبط 45. اه عشان ينفذ الامر ده لازم حضرتك تعملي روتيت على الاكسس او المحاور بتاعك. ما ينفعش اه يعني لو مسكته من النص مش هيعرف هيسال فيك يعني. اوكي تمام تمام. نفس القصه في سكيب لما باجي هنا اهو كده اعمل سكيب هو كده صغر قد ايه؟ ما اعرفش. طب كده كبر قد ايه؟ برضك ما اعرفش. هاجي اخد امر سكيب وهاجي اخد اللي هي برسنت سناب اللي هي دي وهاجي رايت كليك عليها وعندي كلمه برسنت حاجه اكتب هنا اهو مثلا 50%. يبقى انا كده لو وقفت على الاكسس بتاعتي كده وسحبتها هيظهر 50. طب جيت زقيتها ايه؟ هيزق معايا 50 يبقى 150%. خلي بالك هو مش شرط ينزل 50 بس، كل ما انت دايس وبتتحرك وبتسحب بينزل 50% او بيكبر 50%. حد معايا ولا فين؟ روتين ادي الانجل اهي. انت قلت له 45 لكن انت لو سحبته مرتين هيعمل 90 مفيش مشكله. حد معايا ولا فين؟ يعني سوري يا باشمهندس انا عملت كونكت دلوقتي. سوري كده 20 ولا كنت فين؟ انا كنت انا في البيت بس يعني سوري جدا ان انا ما دخلتش على طول اسفه جدا. ولا لا مفيش حاجه يا اسمي. بص انا هاجي ادوس كده وان كليك انا كده تقول 20 درجه فهاجي كده ادوس وان كليك واسحب. حد واخد باله؟ هو 20 40 60 هو ما بيقولش لا. حد معايا يا جماعه في الكونسبت ده ولا ما حضرتك؟ ما حضرتك. طيب عايزكم تجربوا لي يبقى كده ادي موف وادي سنابها روتيت وادي سنابها سكيل وادي سنابها برضه. جربهم لي بصوابعكم برضك وارجعوا لي. يلا. طيب الزتونه بقى اللي جايه دي لو انا عندي مثلا فرضا ده اوبجكت وليكن مثلا باب شقه. السنتر بوينت موجوده فين؟ في النص. هل دايما لازم يكون في النص؟ وارد. بس افرض ان انت في بعض الاحيان ده لو باب شقه محتاج ان البيفوت ده يكون على الادج هينفع اغيرها؟ اه طبعا. لو حضرتك جيت هنا اهو كده هي ثالث عنوان اسمه ايه؟ هيراركي. الله اول عنوان اسمه ايه؟ افكت بيفوت اونلي. بس عايز استاذنكم بص على الاكسس كده هل شكلها بيتغير لما باجي ادوس على الاوبشن؟ اه تمام. وانس ان وانس ان هو جه شكله اتغير كده حضرتك تقدري ان انت تحركي الاكسس دي زي ما انت عايز. طب انا عايز اجيبه هنا بالظبط كده يا شريف. هاجي بالسناب وهاجي اخد منها ميد بوينت مثلا مطرح المفصله واروح شاور هنا. ما انساش بعد ما احركه مكان ما انا عايز اقفل افكت بيفوت اونلي. يبقى معنى كده الروتيت او القياس او السكيل
شايف هيتم منين؟ حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. تمام. تاني معايا ادي اوبجكت اهو، حاجه هنا افكتيفد اونلي، هيراركي الاول افكتيفد اونلي، واجي اروح جاي واخد الاكسس واروح جاي محركها مكان ما انا عايز. يبقى معنى كده حتى لو حبيت تعمل روتيت هيلف منين؟ من السنتر بوينت الجديد. حد شايف؟ تمام. وصلت ولا عيدها؟ تمام، بس انا لو حبيت ارجعها تاني مكانها بعمل ايه؟ هقول حضرتك هتيجي هنا عن في نفس القائمه بتاعت هيراركي، هتلاقي في عندك هنا ايه؟ ريسيت بيفوت. بص كده رجع فين؟ اوكي تمام. يلا جربوها وارجعوا لي. طيب فرضا ان دي، فرضا ان دي ترابيزه صفر. طيب فرضا ان دي عباره عن ترابيزه صفر وده كرسي، انا عايز نسخه او عايز 10 نسخ حوالين الاوبجكت، طب انا هعمل ايه؟ طب الستيب الاولانيه انا هعمل ايه؟ انت هتسمعني؟ اغير مكان المحاور نفسه. هاجي الاول اغير مكان البيفوت، هاجي هنا افكت بيفوت اونلي، وهاجي هنا بالسناب رايت كليك، وهاجي اخد بيفوت ده وهمسك البيفوت ده من هنا، بس اشوف ايه السنابس اللي ايه اللي انا فاتحها، اخد بيفوت واقفل اي حاجه ثانيه، واروح جاي هنا عامل سلاك وشاور على حدود الشكل. طيب ثم هاجي هنا روتيت بالانجل سناب رايت كليك، هي الدرجة معاك كام درجة؟ الدرجة معاك كام درجة؟ 360، وأنت عايز 10، فأنا هكتب هنا 36 درجة. هو في صوت؟ هو في حد يا جماعة سامعني؟ لا أنا مش سامع حضرتك. ده الأوبجيكت أهو، هعمله من أول وجديد، ده أوبجيكت أهو، أول حاجة إن أنا أروح أنقل المكان السنتر بوينت، فأنا هاجي هنا هيراركي افكت بيفوت اون، وهاجي من السناب واروح واخد السناب واروح واخد كده. طب هي مش شغاله ليه يا شريف؟ ليه انت لازم تشغل السناب؟ همسكها كده واشاور على حدود الاوبجكت واطفي كده. دلوقتي الاوبجكت بتاعك هيلف حوالين مين؟ حوالين الصفر نفسه. طيب حاجه هنا الانجل سناب وراي كليك واروح جاي هنا، الدايره كام درجه؟ 360 على 10 كراسي، يبقى 36 درجة، اللي هو الفرق ما بين كل كرسي والتاني. حاجة دوش شيفت واروح عامل ايه؟ اسحب مرة واحدة واقول لو سمحت انا عايز 9 غير الاصل. وصلت؟ تمام. حضرتك ممكن بس تدينا دقيقتين اجربها تاني؟ مستنيك. حد عامل حد اوكي. دلوقتي كل اللي احنا جينا اتكلمنا فيه اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة اوبجكت ورحت انا جاي مكرره. طب تمام. طبعا مش معقول ان انا لو حبيت اروح اعمل كرسي هنا اهو هروح اعمل الكرسي تاني، هو بالفعل الكرسي موجود. يعني انت تقصد ايه؟ لو انا رحت حبيت مثلا فرضا اروح اجيب اي اوبجكت من الاوبجكت اللي انا رحت صنعتها قبل كده، فانا عندي ادي الترابيزه، فين الكرسي اللي انت عملته قبل كده؟ هو موجود في فايل بره، فعشان اروح ادخل ملف ماكس داخل ملف ماكس، فانا باجي هنا من قائمه فايل واقول له هنا امبورت واجي اقول له هنا ميرج، يبقى فايل امبورت ميرج كل اللي هو بيعمله ان هو بيدخل. طيب دلوقتي لو انا حبيت ادخل ملف ماكس على ملف ماكس، هطلع هنا من قائمه فايل وهقول له هنا امبورت ثم ميرج، فين الفايل اللي انا قلت لكم سايبوه من شويه اللي هو الكرسي اللي هو ده؟ مجرد ما انت بتنادي على اسم ملف بيجيب لك الكونتنتس اللي هي بتاعت الفايل. هو كان في عندك اضلاع وعندك اشكالات، هتيجي تختار كل اللي موجود وهقول له اوكي. بس خد بالك وانس ان هو نزل اوعى تيجي تتحرك باي حاجه لما تروح تعمل جروب عشان ما يتفرطش منه. ادي كرسي طبعا بروح اعمله ريسكيل عشان ان هو يتناسب معاه. طيب ده لو انا حبيت اكرره، ايه هي الستبس زي اللي احنا خدناها من شويه لو حد فاكر؟ هنروح عند هيراركي وهنمشي الاول ال بيفوت اهو موف سناب في الميد بوينت بتاعت السيركل، بس مش الميد بوينت، بيفوت على طول. البيفوت على طول هروح واخد البيفوت ده من هنا واشاور على حدود الشكل وما انساش اقفل ما انساش اقفل ثم اجيب روتيت. طيب
انا عايز منه كم كرسي؟ 10. يبقى هاجي هنا بامر روتيت واجي هنا بالبرسنت سناب رايت كليك عليه. طب انت عايز 10 كراسي، دايره 360 درجه على 10، هكتب هنا 36 درجه وهاجي ادوس شيفت واروح ساحب مره واحده بس، واروح جاي قايل له انا عايز 9 غير الاصل. وصلت؟ وصلت؟ تمام. بعد اذنك يا باشمهندس، بس من الاول حته اللي انا عامل ميرج الفايلز. بص يا فندم، باجي هنا من قائمه فايل امبورت ميرج، فايل امبورت ميرج عشان ادخل ملف ماكس جوه ملف ماكس. وهاجي حضرتك هتلاقي فيه الفايل عندك اهو اوبن، مجرد ما بيفتح بيقول لي دي المحتوى بتاع الفايل. سواء انت خدت واحد، سواء خدت اوبجكت، خدت اثنين، خدت ثلاثه، بس عشان الفايل ده ما فيهوش الا الكرسي بس، فاقول له هنا سيلكت اول، دي كل اضلاع الكرسي. انا اقصد اعملها كده عشان لما اجي اقول له هنا اهو كده والكرسي ينزل، قبل ما اعمل اي حاجه اقول له هنا جروب الفايل، يعني كل الاجزاء دي كلها تبقى عباره عن جروب واحد اللي هو ده. اوكي. طيب عايز اكرره، هكرره ازاي؟ تعال نعمل الترابيزه اهي. ايه الستبس؟ همسك الكرسي ثم هاجي هنا هيراركي افكت بيفوت، وانقل السنتر بوينت من هنا على البيفوت اللي هو بتاع مين؟ بتاع السلندر. ثم اقفله، ثم اجي هنا بروتيت. لو نقلت منك كده تاني افتح افكت بيفوت وشاور بس من غير ما تضغط على اي حاجه، وقف الافكت بيفوت اون تاني. هاجي هنا بالانجل رايت كليك، عايز 10 كراسي، احط هنا 36 درجه واجي ادوس شيفت واروح ساحب مره واحده فقط، واقول له انا عايز 9 غير الاصل. اوكي. وصلت؟ تمام. حد يعرف يا جماعه يعمل دي؟ تمام. معلش بس ممكن جروب تاني منين؟ بص شكل البرجوله اللي انا اديتها لك دي المكونات بتاعتها عامله ازاي؟ هي دي. ده شكلها. اديتها لك بس عشان تفكر ان انت هتبتدي منها فيها ازاي. وفي نفس الوقت عشان تشتغل في اكتر من بورت، وفي نفس الوقت عشان اديتك اصل الفايل عشان ايه؟ تقعد تفتش جواه وتشوف من موديفاي كده ايه الاوامر المستخدمه. مش عشان الفايل اللي انا اللي اديهولك، لا عشان اي فايل انت تجيبه من بره. طيب. هبتدي هبتدي ازاي؟ هتيجي كده اهو. ادي هنا اتفقنا هنا سلندر اهو من شويه. زي ما كان في حد سالني من شويه قلت له استخدم ماكس. مين؟ اللي انا كنت هعمل معاه دي مين؟ ريم. نعم حضرتك. بص يا ريم، ده سلندر طبعا مش هيكون فاتح سنابس ولا حاجه، وعدد اضلاعه حراره خليها 8 بس. كارلوس خليك معايا سيكا، يعني خليك معايا بس ايه بالتفكير معاك وودنك ونظرك معايا. تمام. طيب دلوقتي انت رحت رسمت القاعده، هل هينفع ان انت تروح تشتغل عليها كده وكل ضلع ترسمه تروح تعمله روتيت؟ صعب قوي. طب دلوقتي لو انا رحت عملت روتيت للثمان اضلاع دول هعمل لهم روتيت كام درجه؟ عادي 360 درجه على 8 هتدي 45. 45 بس انا لو رحت هنا كارلوس لفيته 45 هديني نفس البوز ده تحت. نص ال 45 كام؟ 20 ونص. كل اللي انا عملته ده عشان تلف لي السايد العدد. ليه؟ طبعا احنا ما خدناش اللي ايه، انا ما قلتلكش ارسمها بسناب وما اديتلكش مقاسات عشان اشوف نسب ايه قياس عينك عامله ازاي. اطلع دي كده واجي هنا اهو عشان اخليكوا ايه تشتغلوا في التوب والليفت والرايت وكل الايه بورتس الموجوده. وتيجي هنا اهو كده عشان تيجي تجرب اللي هي شيفت مع موف روتيت وسكيل اللي احنا خدناها من شويه. هاجي اعمل زوم كده اهي، وراح اعمل هنا عمود واحد فقط، واجي هنا من فرونت واروح طالع بيه كده اهو، واجي هنا شيفت واروح جاي واخد منه نسخه ثانيه كده اهي، واروح مديله هنا كذا كذا واحد. طب تمام. وبرضك لازم اجي وسطانها بعناية مش بالمقاسات، ده المطلوب دلوقتي. ثم اخد نسخه من الكوبيستا اللي موجوده من تحت دي كده كارلوس اهي، واروح طالع بيها شيفت واروح طالع بيها اهو. تمام. استنى، طب انت كده لو جيت نقلتها هتبقى فيها مشكله. ايه هي المشكله؟ المشكله ان انت عندك كل واحده ليها بيفوت زي ما شريف قال لي من شويه. انت هتضطر تمسك كلهم وتيجي من جروب تقول له هنا جروب. يبقى انا كده استفدت بامر جروب وبقى ليا بيفوت واحد بس. وممكن امسكهم كده واغير لونهم لو انا عايز. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هاجي بقى زي ما كنت بكلم مع ريم من شويه او شهنده ان انا هروح انقل ايه؟ البيفوت. حاجه هيراركي. افكت بيفوت واجيب امر موف واجيب السناب اختارها الاول وتنور، واجي هنا رايت كليك واجي اختار من هنا بيفوت فقط ما يكونش معاها حاجه ثانيه.
هاخد البيفوت ده من هنا واشاور على حدود الشكل واقفل. عمل احيانا اعتقد مع شاندا من شويه عمل نفس الحركه كده وعمل ديلي ورجع تاني كما كان. انت مش هتعمل حاجه غير ان انت تفتح افكت بيفوت وتشاور مجرد اشاره فقط وتقفله تاني. طب عايز اكرر ده هعمل ايه؟ اروح جاي هنا للانجل سناب ورايت كليك هكتب له هنا انجل كام يا كارلوس؟ 45. فهاجي هنا كده بعد ما اكتب ال 45 هدوس شيفت كده واسحب مره واحده. تفتكر يا فنان هكتبه هنا كام؟ 7. لا 6 عشان لا 6 يا فندم عشان هو بيعمل 6 بيعمل حساب الاصل معاه فانت كده هيعمل لك 7 عشان تسيبي حته الناس تخش المدخل. اوكي تمام. طيب هتيجي بعد كده اروح جاي عامل السلندر اللي هو ده اللي هو ايه اللي هو كونكتور ما بينهم يعني. طبعا الارتفاع برضك انا سايبه لك بعينه. هتيجي هنا اهو كده موف هيراركي افكت بيفوت واروح جاي واخد دي كده واشاور على حدود الشكل. مش شغاله ليه؟ عشان لازم اشغل الوظيفه. واجي هنا كده واشاور على حدود الشكل واقفل. اختار روتيت واجي اقول له هنا روتيت الزاويه كام؟ برضه 45. حاجه اقول له هنا شيفت واروح اعمل دي كده. ثم اقول له انا عايز 7 غير الاصل. خلاص تمام. هاجي بعد كده اروح جاي عامل الكون من هنا واروح طالع كده. طب ثم هو الكون ده هعمله كارلوس كام ضلع؟ 8 اللي تحت واشيل السموز عشان يبقى شكله مضلع. وهاجي هنا اهو روتيت هلفه برضك 22 درجه ونص زي مين؟ قادم. تمام. هتروح انت جاي رافعه هروح جاي هنا بامر موف هقفل السناب برضك مش عايز سناب هروح جاي طالع بيه كده. حتى لو عايز تكبر الريديوس بتاعك برضك زي ما تحب اهو. طب ماشي بس ده مش نفس الشكل هتعمل ايه؟ هروح جاي قايل له من هنا كده لو سمحت روح دوس حرف ال وانتر. ايه ال وانتر ده؟ ده اللي هو لا. امر لاتس. طب امر لاتس ده ايه اللي حصل فيه؟ شال لي الكتله وساب لي السيجمنتس. يعني معنى كده لو حبيت تزود كثافه السيجمنتس هرجع لاصل الكون وازود هنا الهايت سيجمنتس. طب معلش يا دكتور معلش يا دكتور بس حته في موضوع ان انا ارجع تاني للشكل بعد ما احط الموديفاير بتاعه. ان انا لما كنت بعمل كده كان بيجيب لي مسج كده اني مش عارف انت تطلع من الشكل حاجه زي ايرور كده. بص هو بيديك رساله تحذيريه ان ممكن من التغييرات اللي انت عملتها تفقد شيء خد بالك. بس ده لما نيجي نعمل اديت ماشي او نخش في اصل الكتله نفسها لكن ده عادي. اوكي. ثم حضرتك هتيجي كده بامر سكيل هتروح انت عامله هنا شيفت مع سكيل اهي ليه حاجه هنا بامر موف راحت فوق. طب المفروض بقى بعد ما انت عملت الكلام ده انا بقى منتظر منك ايه؟ انا شوف دي نروح احنا بقى مجربين اللي هي موضوع فايل امبورت ميرج. حاجه فايل امبورت ميرج عشان نجيب مين؟ الكورس اللي احنا عملناه من شويه اللي هو اختار مين كل دول واقول له اوكي. ما عملش ايه ده؟ رساله مهمه قوي دي اللي هي ايه؟ بيقول لك الفايل نفسه بيحتوي على اوبجكتس ليها نفس الاسم. خلاص اعمل اوتو رينيم بس ابلاي على كل اللي شبه بعضه. تمام. الكورس نزل اوعى تعمل حاجه من غير ما تعمل ايه جروب زي ما انا قلت لك. طب انا استفدت ايه بقى من الكلام ده؟ انا هطلع بالكورس بتاعي كده اهو عادي خالص خدت بالك اهو. ولو حبيت طبعا هو الراجل ده مش ولا انت هتقعد لوحدك في البرجوله؟ ممكن كارلوس هتروح برجوله تقعد لوحدك؟ انت بتهزر ها؟ ايه اعترف اعترف اهو تعالى كده واروح جاي خلي بالك الكلام ده متسجل ها. اوكي انت كده الفضيحه بقت بجراجل بس كنا على سيديهات. ايوه سيديهات اهو. انت شكلك زملكاوي ها؟ لا والله ماليش في الكوره خالص. طيب زي طيب هتيجي بقى للكورسين اللي انت جيت عملتهم دولت اكيد انت مش هتقعد يعني كده انت وصاحبك طبعا اللي هو كده وكده يعني من غير ما تشربوا حاجه. هتعمل ايه؟ اروح هنا كده اعمل ترابيزه واقرب حاجه اللي هي الكوب. طب معقوله هتسيب الترابيزه فاضيه؟ غريب بقى. حلو. هتروح هنا هتلاقي في عندك براد شاي اهو شايفه؟ بس في زيتونه هنا اللي هي ايه بقى كارلوس؟ لما هتيجي ترسم هنا على الترابيزه هو هيرسم لك منين؟ من الارض؟ لا طب انا عايز ارسم على الترابيزه. هتلاقي في عندك هنا امر اسمه ايه؟ اوتوجريد. يبقى لما تيجي تشاور على الترابيزه يروح يرسم لك براد على الترابيزه. خلى السطح نفسه بتاع الترابيزه هو السطح اللي هو بدايه الرسم بتاعك. سواء بقى كان براد ما انت اكيد مش هتشرب من البراد يعني ممكن تعمل كوبايات بتاع خالص. تمام. خلاص؟ طيب انت كده عايش في الفضاء؟ مش لازم يكون في ارض. طب انا هعمل ايه؟ اي اوبجكت من الاوبجكتس اللي هي الموجوده ممكن يبقى ارض ان شاء الله حتى سلندر مثلا.
كده. بس خد بالك اي تخانه غير الزيرو عشان يظهر معاك في الرندر لما نيجي ناخده. طب البرجوله اللي انت عملتها دي، هو انت هتروح تقعد في البرجوله في الصحراء ولا لازم يبقى في شجر؟ في شجر. هتروح رايح لمين؟ AEC extended. هتلاقي عندك مين؟ فضل. وهتلاقي الشجر اللي انت عايزه. بس الشجر ده شجر فيك يعني، ده مش هنستخدمه في الفاينل، انما ده المجرد بس في البدايه احنا لسه يعني ا ب لسه بنشتغل يعني. بس ده دكتور مش ممكن يتقل الجهاز عشان في سيجمنتس كثيره؟ ده مش هي... آه لا هو ده معمول عشان ما يتقلش الجهاز، ده خفيف قوي بس شكله فيك مش هنستخدمه يعني. أوكي. حتى الشجر اللي هو اللي هي في المكتبه اللي موجوده تمام، اللي هي انا اديها لكم يعني، هو حتى لو تقيل احنا هناخد فيه حاجه اسمها فيري بروكسي بس ده في الاخر. اوكي طيب كده كارلوس بقى ناقص لك ايه بقى وانت قاعد في البرجوله؟ ايه تاني؟ لو عرفتها، لو عرفتها مش هديك اساينمنت في العيد. مستنيين هيومنز. لا بونمز. لا يا كارلوس مش كده، انت دبست الامتحان. عايز اتنين ليمون، مش هو ده اللي ناقص؟ مشاريب. انا قلت دي في الاول خالص. لا اتنين ليمون وشجر، انا عملت لك الشجره وفاضل اتنين ليمون. القصه بقى وما فيها كلها ان انت بتجمع كل اللي احنا خدناه من خلال ايه؟ بروجكت واحد. وصلت؟ تمام.